اتفضل يا استاذ امير. السلام عليكم استاذ وليد. وعليك السلام. استاذ وليد، حسب ما فهمت من الحلقه مالك في اليوم انه سؤالي النهارده الجواز هو، التمتع. هل يجوز للسيدة نعم، نرجس التمتع ام لا؟ هو جاهز طبعا، بس اذا تسمح لي، اذا تسمح لي طبعا. اسمح لك، هو علي صوتك جاهز، شوية. هو عندنا بالكتب التمتع حلال، نعم. ولكن كاحنا كعراقيين ما نتقبل، يعني ما نتقبل هذه. يعني شلون نقول، كتبنا اكو شغلات صحيحه واكو شغلات غير صحيحه. يعني المتعة صحيحة ولا يعني غير صحيحة؟ هي انا احنا موجوده بالكتب، بس هل احنا نقول هل هذا هي الكتاب المتعة، هل هي المتعة الآن أو حلية المتعة الآن صحيحة ولا مش صحيحة؟ الأئمة والكتب حللت هذا الشيء، يبقى صحيحة ولا ولكن مش صحيحة؟ تسألني آني يا أستاذ، إذا كان الأئمة، إذا كنت أنت حضرتك مقتنع أن الأئمة أحلوا المتعة، يبقى ليه ما تنفذ على أرض الواقع؟ أستاذ وليد، ممكن الكتب تخطأ، هو مو منزل سماوي. يبقى إذا أنت تقول، عايز يعني تقول أن ممكن الناس تكون كذبت على الأئمة عندنا، صح؟ لا، أنا أقول يعني ممكن الكتب اللي كتبوا الكتب المطابع أنه تخطأ، مثل ما موجود في صحيح البخاري أنه الرسول عليه الصلاة والسلام سحر على يد لبيد، طب ما سيدنا وكان موسى في يأتي القرآن أزواجه. سحر، طب ما سيدنا موسى في القرآن سحر. فأكو فرق أستاذ وليد، هنا أكو أكو فرق يقول إيه؟ أكو يقول فرق كان إيه؟ الفرق أنه كان يقول يخيل إليه، يأتي أزواجه يخيل جاي. إليه، يخيل إليه من صح، سحرهم، يخيل صح، إليه من صح، سحرهم. إذا وقع على سيدنا موسى السحر، نعم، وسيدنا موسى من أولي صح العزم كلامك، من الرسل، وسيدنا موسى رسول وجاء بكتاب، وكان ممكن يجي اليهود يقول لك ازاي رسول ويسحر؟ صح. إذا جاني مسيحي، شكرا إذا ليك، جاني مسيحي، شكرا ليك، شكرا ليك.